السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الحكواتي وغرام المشاهير. الحلقة دي عن واحد الحقيقة كل عشاق اللغة العربية والشعر والصحافة والفن والغناء لابد أن يكونوا قد تأثروا ببعض من رحيق بستان إبداعه. أنا بعتبره أرق شاعر في العصر الحديث، ويمكن كتير ممن يستمعون لأغانيه ويتأثرون لا يعلمون أن كل قصيدة وكل أغنية كتبها كان وراها قصة عذاب. يكفي أن أقول لكم أن من أشهر أبيات شعره عندما يقول: أشتري الحب بالعذاب، أشتريه فمن يبيع. الحلقة دي عن واحد كتلة أحاسيس، قلمه كان مغموسا بوجع قلبه، حروفه كانت تسهر الليل لتناجي النجوم وتتألم وتدمي كل من يستمع إلي. كامل الشناوي، كامل الشناوي: لست قلبي يوم بلا غد، لا وعينيك حياتي عذاب، لا تكذبي، أيقونة أشعاره حبيبها وغيرها وغيرها من القصائد التي جعلت الأمة العربية كلها ترددها من الخليج إلى الخليج. هو أول شاعر أيضا يخلد بطولات جميلة بوحريد في أوبريت شهير جدا عن جميلة بوحريد، أول شاعر يستدعي التراث العربي ويصنع واحد من أعظم الأوبريتات التي سجلت حياة أبو نواس، أوبريت شهير جدا اسمه أبو نواس. أيضا دواوينه الحب والموت وغيرها، وليالي كامل الشناوي وغيرها. كامل الشناوي قصة، يعني قصة غرام ملتهبة، رغم أنه لم يتزوج، لكن كل يوم في حياة كامل الشناوي كان في حد ذاته بيت شعر غني وثري. يكفي أن أقول لكم أنه كان يكره أن ينام ليلا، لأنه كان بيقول: أخاف أنه الليل يسيبني ولا أستمتع بنجومه، وأيضا أخاف أن أموت ليلا. فكان بيفسر عدم نومه بالليل من زاوية أنه عايز يستمتع بالليل حتى طلوع الشمس، وأيضا زاوية، وأعتقد أن دي الزاوية الأصدق، أنه كان يخاف أن يموت ليلا وحيدا، لأنه عاش وحيدا. لما تعب في المستشفى اللي زاروه الفتيات صغيرات السن، رغم أنه كان دائما يحب من طرف واحد، كان كل يوم يبعت ورود لعشيقاته، فكان بيقول: كنت أنتظر أن ترد علي إحداهن بالتليفون وتقولي شكرا على الورد يا كامل، لكن اللي كان بيرد عليه ده هو اللي بيقول كده، الورد. بيقول الورد كان يكلمني ويقولي: شكرا ان انت بعتني للحسنوات دول، لانهم يستحقوا ان انا اروح اليهم الى اماكنهم. لكي نعرف كتلة المشاعر اللي اسمها كامل الشناوي اتعملت ازاي، واللي كان حديث لأهل القاهرة والنخبة ومثقفين والساسة، لابد ان نعود للبداية. كامل الشناوي ولد 7 ديسمبر 1907 قرية نوسة البحر في الدقهلية، بلد قريبة أيضا من قرى ولد فيها كثير من المبدعين، منهم أم كلثوم، طمي الزاهرة، إبراهيم ناجي الدكتور شاعر الأطلال، ومختار الممثل الشهير. المنطقة دي كانت منطقة مبدعين، يمكن لطبيعة الاستقرار والزراعة والتأمل في الأفق الواسع البعيد، وأيضا بالقرب، المنطقة دي كلها بالقرب من البحر المتوسط، فكان برضو هؤلاء المبدعين يذهبون لمناجاة البحر والسماء ليلا والنجوم ليلا، فبيئة وسياق ومناخ مفرز للإبداع. أبو كامل الشناوي كان قاضي شرعي، بل إنه وصل إلى أعلى منصب وهو رئيس المحكمة الشرعية. نلاحظ هنا إنه كامل الشناوي اسمه بالكامل مصطفى كامل السيد الشناوي، وهو ولد سنة 1908، نفس السنة اللي مات فيها الزعيم مصطفى كامل،
فأسماه أبوه على اسم الزعيم مصطفى كامل، يعني هو بيت وطني وكامل الشناوي وسمي على اسم الزعيم مصطفى كامل، فنشأ على الحس الوطني وعلى التربية الوطنية. عم كامل الشناوي أيضا كان محمد مأمون الشناوي، كان شيخ الأزهر، فضيلة شيخ الأزهر، فالبيت أزهري وأيضا بيت قضاة، بيت عدالة وبيت رجال دين أيضا في نفس الوقت. نشأ كامل الشناوي ووالده يريد أن يكون عالم من علماء الأزهر وتعلم تعليم أزهري، لكن عندما انتقلوا من نوس البحر إلى منطقة السيدة زينب وكان لهم بيت هناك، بدأ كامل الشناوي يتردد على المقاهي الفنية اللي كانت بتعرض فيها فرق بتقول السيرة الذاتية وبتقول المواويل والغناء الشعبي والفلكلور وخصوصا حكايات أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة. كامل الشناوي عشق الفن الشعبي وكان يسهر فيه، كان والده بينام بعد العشاء هو والأسرة ويصحى للفجر. من ضمن الطرائف اللي كان بيحكيها انه كان يتسلل قبيل صلاة الفجر عائدا الى البيت، في مرة من المرات هو طالع السلم وابوه نازل، فقال له الله انت لسه جاي ولا ايه؟ قال له لا يا والدي، ده انا رحت اصلي الفجر ففقدت وضوئي فطالع اتوضى ونازل تاني عشان اصلي الفجر. في ثانية فكر في حيلة، فطبعا ابوه قال له بارك الله فيك. وكان عنده صراع ما بين ان والده عايزه يبقى عالم ازهري وبين ان هو عايز يبقى شاعر وكاتب. لذلك في 1930 هو عنده تقريبا 22 سنة بدأ يذهب الى الصحف ليتدرب. اول صحيفة راح لها كانت صحيفة الوادي برئاسة تحرير عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وتعلم على إيد طه حسين الصحافة. والده عرف أنه ترك الأزهر وذهب إلى الصحافة واشتغل مع طه حسين، وطه حسين كان في هذا الوقت نموذج للليبرالي المارق الخارج عن التقاليد المتمرد، وكان عند الأزهريين ينظروا إليه نظر التشكيك، وكان البعض من علماء الأزهر كفر طه حسين بسبب كتاباته. لما يروح كامل الشناوي يشتغل عنده بينما عمه شيخ الأزهر وقريبه في الأزهر وفي القضاء الشرعي، يعني هذا التناقض، فغضبوا على كامل الشناوي، لكنه اختار أن يمشي وحيدا في سكة الصحافة والشعر. اقترب من أحد شعراء أو أهم أو أشهر شعراء البؤس في هذا الزمان، اسمه شاعر البؤس عبد الحميد الديب. مهما وصفت لكم حالة البؤس اللي كان فيها هذا الشاعر العملاق عبد الحميد الديب، اللي كانت أشعاره بتردد على كل المقاهي الثقافية في القاهرة، وكان الشعر في المقاهي زي وسيلة الإعلام، لما بيتقال قصيدة قوية بتنتقل زي سوق عكاظ من مقهى لمقهى، كانت في مقاهي ثقافية شهيرة في القاهرة، كان عبد الحميد الديب شاعر عظيم جدا، كان رفيقه كامل الشناوي. عبد الحميد الديب كان لا يأكل إلا أن يأتي له كامل الشناوي بالطعام، ليس زهدا في الأكل وإنما فقرا. كان كامل الشناوي من ضمن الإفيهات الكوميدية كان أما يجيب مثلا بعض القروش فكان يقف كده قدام عبد الحميد الديب ويقول لعبد الحميد أعرفك خمس قروش، أعرفك عبد الحميد الديب، لانه عمر ما شال عبد الحميد الديب فلوس في ايده، فكان يقول له خد القروش دي لما انا اغيب جيب بيها اكل، يقول له لا حض الله بيني وبين الاشياء يعني الفلوس. لم يحمل عبد الحميد الديب مليما في حياته، كان يعيش احيانا على البحث عن الطعام في القمامه في الزباله، وكان يذهب لكبار الشعراء ليعزموه على الطعام. كامل الشناوي اتعلم درس من عبد الحميد الديب انه لابد انه يبحث عن وسيله رزق، وكامل بيك الشناوي كان انيق، يعني حتى لما ابوه طرده كان يعمل في اكثر من مكان لياتي بالمال وينفقه على نفسه وعلى اصحابه، وكان يسهر في افظع الاماكن،
حميد الديب كان ليه بيت شعر شهير كان بيستفز قوي كامل الشناوي، كان بيقول ان حظي في الحياه كدقيق فوق شوك نثروه ثم قالوا لحفاه يوم ريح اجمعوه. شايفين التعبير؟ ان حظي في الحياه كدقيق فوق شوك نثروه ثم قالوا لحفاه، قالوا الناس حافيين، يوم ريح اجمعوه، اجمعوا بقى، اجمعوا الدقيق اللي فوق الشوك وانتوا حافيين. ده حظ عبد الحميد الديب. كان بيردده دايما، كامل الشناوي يقول له انا اسمع البيت الشعر من اتشائم، ما تقولوش قدامي. فكان يقولوا عبد الحميد الديب لكي يستفزه لكي ياتي له بطعام. والغريب ان كامل الشناوي لما بدا يبقى له بيت، وطبعا وكان صحفي شاطر جدا، وكانوا بيتهافت عليه كبريات الصحف لكي يتولى وظيفة سكرتير تحرير أو مدير تحرير، لأنه اللغة عنده قوية، هو وصل للمستوى اللي بين الشعر والنثر، كان يكتب لغة الصحافة بلغة الشعر البسيط. فكان مقالاته وكتاباته وعناوينه زي طلقة الرصاص، أما بيحط عنوان ممكن يقلب الوزارة. كان رئيس الحكومة يقول أنا أخاف من العناوين اللي يحطها كامل الشناوي. لما بدأ يبقى له بيت، جاب عبد الحميد الديب قعده معاه وأنفق عليه وقال له أنا عايز أشوف لك وظيفة. وعبد الحميد الديب دارس يعني معاه شهادة عليا، فجاب له وظيفة. فعبد الحميد الديب كتب قال بالأمس كنت مشردا أهليا واليوم أصبحت مشردا رسميا. وطبعا لم يطق الوظيفة، وبعد عدة أيام تركها وعاد للتشرد مرة أخرى. كامل الشناوي تولى مناصب صحفية عديدة في مصر، تولى رئاسة تحرير الأخبار، تولى المجلات، تولى أنشأ صحف عديدة. بعد ثورة 52 كامل الشناوي شعر بأنه متسق مع أهداف الثورة، هو مع العدالة الاجتماعية ومع الحرية، فكتب أول قصيدة تم غنائها بعد 52 وكانت منتشرة انتشار رهيب جدا، وهي كنت في صمتك مرغم. هذه القصيدة اللي غناها عبد الوهاب هزت أرجاء المحروسة، أصبحت أيقونة الثورة في كل دول العالم تقريبا، لأنه تم ترجمتها إلى اللغات اللاتينية والأجنبية، لدرجة أنه جيفارا كان يعشق هذه الأغنية عندما كان يسمعها. كامل الشناوي كان يعشق الحب، بل كان يتلذذ بالعذاب في الحب. أحد المحللين النفسيين في علم نفس الإبداع قال إنه الشاعر اللي يقول أشتري الحب بالعذاب أشتريه فمن يبيع، يبقى شاعر يمثل مدرسة الماسوخية في الحب. الماسوخية في الحب يعني أنا أحب من طرف واحد، أتلذذ بتعذيب الطرف الثاني ليا دون أن يدري الطرف الثاني، وأتلذذ بالعذاب وأنا أسهر وأفكر في من أحب وهو لا يشعر بي. وهي دي كانت القيمة الأساسية في شعر كامل الشناوي. اسمع لست قلبي، اسمع لا تكذبي. لا تكذبي لوحدها نموذج للماسوخية في الحب والتلذذ بتعذيب الذات في حب الآخر، تستحق أن نرويها في حلقة أخرى. انتظروني وجزء آخر عن كامل الشناوي والحكواتي وغرام المشاهير. كل الشكر والتقدير، وإلى لقاء آخر. محمد الغدير.